وزارة التخطيط أعلنت أنه عام 2030 التعداد السكاني للعراق سيكون 50 مليون. 50. طيب احنا عندنا نمو سكاني 2.2 عدد صحيح 5 بالعشرة. هذا 2.5 يعني، وهذا النمو السكاني لازم توسع كل الخدمات بمضروبة في 10. طرق، صرف صحي، ماء، كهرباء. كل المفاصل. كلها لازم. وهذا ما صار يعني خلال الفترات هاي لوجود اهمال كثير في السنوات السابقه. بناء التحتيه تشتغل على 5 مليون. مع انه يعني الحكومات المحليه، لما اقصد الحكومات المحليه اللي هي المحافظه ومجلس المحافظه، قاموا باعداد مخططات كل من لمحافظته. الحمد لله المحافظات انجزت الكثير، بس لسعه بغداد والمشاكل اللي موجوده والازدحام اللي موجود والموازنه اللي فيها تحديات كبيره بإنجاز المشاريع عطلت الكثير. فعلينا أولا حتى نعد احنا خطتنا المستقبلية، لازم ننجز جميع المشاريع المتوقفة، جميعها مهمة يعني، لما حتى أولوياتها. وهذه خطة السودان الآن العمل. نعم. بالمشاريع اللي باقي لها نسبة بسيطة. أنا بس ملاحظ يعني، احنا الخراب اللي صار في سنوات كثيرة هو ما يعدل في أيام. احنا لازم يكون عندنا خطة وعندنا إمكانيات وموارد ومستلزمات إعداد هذه المشاريع وإكمالها. كل المشاريع اللي توقفت هي تحتاج إلى اندثار، والاندثار من 10 إلى 20%، وهذه كلها أموال. لما تجي على مشروع تكمل المشروع هذا ما راح يكون بجدوى اقتصادية وبجدوى هذا المشروع لما يكون هو مستمر. فعملية توقيف المشاريع عملية خاطئة كانت من قبل الحكومات السابقة. يعني كان أكو موازنة غير كافية، ممكن أن يصرف مليار بالشهر على مشروع كل